يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفنلندي ورئيسة الوزراء السويدية في مدريد غدا الثلاثاء لمناقشة طلبي ترشح ستوكهولم وهلسنكي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي، واللذين رفضتهما أنقرة على ما أعلنت الرئاسة الفنلندية على تويتر. ومن المقرر أن يعقد هذا الاجتماع الأول مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماجدلينا أندرسون في بداية قمة الناتو في العاصمة الإسبانية بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. كذلك من المتوقع عقد مفاوضات جديدة تهدف إلى رفع الفيتو التركي اليوم الاثنين في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، ويفترض أن تحضر أندرسون إلى بروكسل من أجل لقاء ستولتنبرغ قبل قمة الناتو في مدريد على ما أعلن مكتبها. وكانت رئيسة الوزراء السويدية تحدثت هاتفيا السبت مع إردوغان، لكن تلك المكالمة لم تفضي إلى نتائج حول مسألة الانضمام إلى الناتو وفق أنقرة. ويذكر أن تركيا أعلنت اعتراضا غير متوقع على طلبي السويد وفنلندا لعضوية الناتو منتصف أيار مايو، وستكون هذه المسألة حاضرة في قمة مدريد التي تستمر من مساء الثلاثاء إلى الخميس.